مساء الخير. بيتأثر لبنان ابتداءً من بكرة بمرتفع جوي بيؤدي لارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة يلي بتتخطى معدلاتها الموسمية. جونا لبكرة قليل الغيوم ودرجات الحرارة عم تتسجل على الشكل التالي. منبدأ من الشمال، عكار عم بتسجل 23 درجة، طرابلس 22، العاصمة بيروت 23 والسور 24 درجة. مننتقل لبعلبك 17، اللقلوق 13 درجة، زحلة 17 وجزين 22 درجة. نسبة الرطوبة ساحلاً منخفضة بتتراوح بين الـ 40 والـ 50%. الرياح السطحية الشمالية سرعتها بتوصل للـ 40 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج. خلينا نشوف تفاصيل الأيام الجاية. لنهار الثلاثة والأربعة جونا قليل الغيوم بيتأثر بمرتفع جوي عم بيؤدي لارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة مثل ما سبق وذكرنا، وعم بتسجل ساحلاً 23 درجة لنهار الثلاثة، 25 درجة لنهار الأربعة. للخميس والجمعة جونا غائم جزئيا ودرجات الحرارة بتعود لمعدلاتها وبتسجل 20 درجة للخميس أيضا لنهار الجمعة. هيدي كانت أخبار النشرة لليلة. تصبحوا ألف خير.